اولا حنا بعد خيبه الامل ديال المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري كنعتبره المنتخب ديال المنتخب الثاني. لاحظتي راه كاع الاخوان في المقاهي يعني كيشجعوا المنتخب الجزائري، وحنا كنتمناو ليه انه يوصل الادوار المتقدمه. المنتخب الجزائري كما شفنا بدا هذه الكومبيتيسيون با يعني في الاول بدا ما ماشي بحال المنتخب المصري ولا المنتخب المغربي اللي دخل مرشح. المنتخب الجزائري دخل كيناقش مقابله بمقابله، وكما كنشوفوا يعني مقابله بعد مقابله كيحط رجليه في الملعب. اداء ديال المستوى ديال المنتخب الجزائري كان رائع وجميل، بالخصوص من الناحيه الفنيه قدموا واحد الفرجه ممتعه يعني. وان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق في باقي المقابله، شوف نتمنوا يديوا هذا الكاس علاش لا. خويا المقابله مزيانه عجبتني، شجعناهم كما شجعونا حتى هما، فرحوا معنا ملي دزنا فرحنا معاهم حتى هما، وكنتمنى لهم التوفيق اخويا وان شاء الله الكان ديالهم ان شاء الله. اولا وقبل كل شيء كنهنئ الشعب الجزائري على الانتصار وعلى هذا الروح القتاليه اللي في المنتخب ديالهم وبالمدرب ديالهم المحلي. والمقابلة كانت لا سوا تكتيكيا سوا تقنيا سوا اداء او كوتشينغ ديال المدرب، كانت اداء جد عالي. تمتعنا تفرجنا في ماتش زوين، مع ان الخصم المنتخب الغيني راه ماشي خصم اللي سهل، يعني خصم راه عنده محترفين يعني كيلعبوا في اوروبا يعني وعنده مدرب محنك، ولكن المنتخب الجزائري قدر يجيري المقابله، واهم حاجه ما كانوش عنده الاصابات وخرج بنتيجه ايجابيه. والمنتخب تقريبا اللي من المنتخبات اللي كيتوفروا على اقوى دفاع واقوى هجوم، راه ما تسجل عليه حتى شي هدف من اللي بدات الكومبيتيسيون، وراه اللي جينا نحسبوا حاليا راه غيكون ماركير عنده واحد المعدل ديال 10 البيوت ولا 9 البيوت على ما اظن، اللي ماركير من اللي بدات كاس افريقيا. اخويا تفاعلنا معاهم حيت هما خوتنا، كما شجعونا شحنا خصنا نشجعوهم نقوموا بالواجب ديالنا، وحتى هما عندهم لعابه كفء اللي يخليوك انك تتفاعل وتشجعهم بلا هواك، فهمتي؟ وان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. المقابله تفاعلنا معها اولا كالجزائر كجاره للمغرب، وفيهم واحد الروح قتاليه اللي خلاتنا نتفاعلوا معاهم وكيموتوا على الدرابو ديالهم. اخويا تفاعلت معاهم حيت فيهم واحد الروح ديال القتال، وحنا الخاوه ماشي عداوه، وكنتمنى لهم التوفيق اخويا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.